طب ما انتوا شكلكم ازاي؟ لا لا ما عملت حاجه، انا هاخدك معانا المصير بتاعها. ما بخافش والله، ما بخافش، ما بخافش، انا ما بخافش حاجه وما بخافش. عارفه ليه؟ عشان معايا حد كبير قوي. هلا بقول لك ايه يا هنيدي، بيتك هو الكلام ده بجد يا عمو؟ بحقه حقيقي يعني؟ وانا ايش عرفني يا زفت انت، ما انا قاعد بتفرج زي زيك اهو. يا ابني الحسد مذكور في القرآن. بتقول لك لابسهم جن، ايه اللي جاب الجن للحسد؟ هو اي هرتلة وخلاص. افهم، البنت اتحسدت من جمالها فقام ركبها عفريت خلاها تتشقلب كده. سؤال بس يعني، هو ركبها ولا لمؤاخذة لبسها؟ اتنيلت وخلاص. اسكتوا بقى اسكتوا بقى، مش طالبه قلق على بالليل. بس انا خايف يا عمو، خايف ومش عارف انام كده ولا قبل شهرين حتى. وادي البرنامج اهو، انتوا مالكوش فرجه غير على الشيف شربيني. قبل ما نبتدي نطبخ عايزكم تكلموني وتقولولي رايكم ايه في حلقه الجن والعفاريت بتاعه صبايا الخير. يا لهوي ياما، النور قطع. احسن. يوه دي بقت حاجة الزهق، أنا ما بكرهش قد الضلمة. يا جدو استرجل كده وقوم ولعلك شمعة. أيوة أشعل شمعة بدل أن تسب الظلام. يلا يلا يا ابن ال شكلها كده يا عمو، واحدة اتلبست في الضلمة. أنا عايز أعمل بيبي.